لأول مرة في التاريخ أذان المغرب يرفع من ملعب أنفيلد، ملعب ليفربول. في فيديو انتشر بيظهر من خلاله رفع أذان المغرب وقت الإفطار في ملعب أنفيلد، والجماهير قاعدة واللعيبة بتطلع اللي صايمين يفطروا، والحكم بيوقف المباراة. ووزعوا وجبات على 2800 شخص كانوا قايلين في مدينة ليفربول إن يا جماعة المسلمين اللي عايزين يجوا يتفرجوا على الماتش هيبقى فيه فطار جماعي. لأول مرة 2800 داخل الاستاد بيفطروا مع أذان من داخل الملعب. تعالوا نشوف. هذا المشهد العظيم اللي انتم شفتوه، إدارة ليفربول تواصلت مع المساجد اللي موجودة في المدينة وقالت لهم احنا هنعمل كذا، فساعدوا في نوع الطعام وإعداده ومساعدتهم تماما علشان نشوف هذا المشهد الراقي. هذا هو التعايش اللي احنا بنتكلم عنه. أنا مسلم من حق أعيش في أي مكان، واليهودي والمسيحي من حقه أن يعيش في أي مكان بأمان وسلام ويمارس طقوسه باحترام من الآخرين.